مزبوط، كانت فترة من كل النواحي صعبة علينا، اقتصاديا، صحيا، نفسيا. بشكل خاص اقتصاديا لأنه احنا عندنا مشروع كبير وفيه طبعا تكاليف كتير وفيه مشتركين احنا المفروض نعوضهم كمان على الأيام اللي سكرنا فيها، مصاريف كمان، تخطيط للمستقبل. احنا بنخطط دائما سنة لقدام من ناحية اقتصادية، كيف راح يكون الدخل وكيف المصاريف وكيف ممكن نجدد ونكبر. يعني كان نسبيا صعب الموضوع على كل الأصعدة. مضبوط، فترة كورونا كانت صعبة كمان مرة من كل النواحي، بشكل خاص صحيا لأنه الناس كمان نفسيا تعبانة وفيش مجال، محبوسين فيش مجال كتير للرياضة. شوي شوي صارت الناس تحاول تلاقي بدائل للوجود في البيت في الغرفة، حتى الناس اللي كانت في حجر، بالآخر كنا في حجر، فكان لازم نلاقي بدائل. هي فترة اللي تعلمنا فيها نقدر إيش عنا على كل الأصعدة، خصوصاً الرياضة، صرنا نقدر قيمة الرياضة والصحة، فهمنا إنه صحتنا فوق كل شيء، وفهمنا إنه إحنا إذا ما غيرناش في نمط الحياة تبعنا وتحولنا لناس رياضيين، ناس تتحرك، رح نوصل لمرحلة اللي بسموها المجموعة اللي في خطر. الفيروس اللي أجا أعطانا إشارة إنه ما حدا فاهم إشي، الدولة كلها كانت فاهمة ولا إشي، ولليوم مش فاهمين كتير. الإشي الوحيد الواضح للجميع إنه صحتنا هي الأمان الوحيد تبعنا، هي التأمين تبعنا في المستقبل وفي أي فيروس وأي أمراض ممكن تحصل كمان مرة. اللي صحته منيحة، اللي بأكل منيح، اللي بعمل رياضة، هو ضامن حاله إنه هو مش في مجموعة الخطر. نصيحتي لشهر رمضان للناس، طبعا موضوع الاكل بالاساس، موضوع الاكل انه احنا مزبوط نصوم كل النهار، الجسم كما كل اللي بيصوموا بيعرفوا بتعود على الصيام وبنبطل نجوع زي ما كنا قبل، لانه الجسم بأقلم حاله وبلش يستغل الدهن المخزن عشان يغذي حاله باقي النهار. بنصح الناس تعمل رياضه. الناس تسالوني اذا قبل الافطار او بعد الافطار، انا بفضل بعد الافطار ساعتين لثلاثه، خصوصاً عشان رمضان حتى احنا زدنا ساعات الليل عشان تتمرن تمارين عضلات. انا بنصح بشكل خاص دائما وكمان فترة رمضان كمان مرة، اذا اخترنا افطار مقبول مش كتير، ساعتين او ثلاثة بعد الافطار ممكن نعمل رياضة بشكل كامل، نحافظ على عضلاتنا، لانه لما فيش اكل وفيش رياضة عضلات بتصغر، فاحنا مجبورين نحافظ على عضلات. تمرين عضلي يعني 80-90% من التمرين العادي ممكن نعمل برمضان بعد الأكل، وبعدها طبعاً بتفتح نفسها على فطور على سحور فبتصحر وعندي ساعتها لباقي النهار. للي بيقدرش وبفضل قبل الإفطار، مفضل ساعة الأخيرة قبل الإفطار تمرين خفيف عشان نقدر نصمد للإفطار وعشان الجسم يتحرك ويعمل اللي عليه، بس إنه تمرين خفيف مش تمرين زي ما بعد الإفطار بساعتين.